السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باشمهندس ندى فتحي، كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسم التخطيط العمراني الفرقة الأولى. نوع المشروع اللي هنتكلم عنه هو عمارة سكنية. قطعة الأرض هي 700 متر مربع، وبتحتوي على كثرة طولها 8 متر مربع. نسبة البناء فيها هي 50%. بيحيط بيها من الاتجاه الشمالي والاتجاه الغربي شارع بعرض 30 متر، وبتحتوي على مدخلين، مدخل للسكان ومدخل للباركينج، وفيه رامب. الردود الأمامية والردود الخلفية هي 4 متر، والردود الجانبية اتجاه الشرق 5 متر، والردود الجانبية اتجاه الغرب 2.5 متر. بتتكون العمارة من 5 أدوار زائد بدروم أرضي زائد روف. الدور الواحد بيتكون من شقتين، الشقة اللي على اليمين ومساحتها 170 متر، والشقة اللي على الشمال مساحتها 180 متر، ومشتركين في منور داخلي واحد وسلم واحد. دي الشقة اللي على الشمال واللي مساحتها 180 متر مربع. بتتكون من 3 غرف نوم، منهم غرفة ماستر زائد الحمام الخاص بيها، زائد الحمام والمطبخ، زائد الريسبشن والليفينج والدايننج. ودي الشقة اللي على اليمين واللي مساحتها 170 متر مربع، وبتحتوي على 3 غرف نوم، منهم غرفة ماستر زائد الحمام الخاص بيها، زائد حمام ومطبخ، زائد دايننج والليفينج والريسبشن. وده هو الدور المتكرر، وهو نفس نظام الدور الأرضي. بيتكون من شقتين في الدور، مشتركين في منور واحد وسلم واحد، بالإضافة لوجود ترس خارجي في غرفة الدايننج وغرفة الليفينج. وده شكل بيوضح الشقة اللي على الشمال اللي مساحتها 180 متر مربع، وده شكل بيوضح الشقة اللي على اليمين واللي مساحتها 170 متر مربع، وده شكل توضيحي للبدروم وللرامب. والبدروم هنا هو عبارة عن باركينج بيتسع ليه 10 سيارات، مع وجود فتحات في الاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي للتهوية وللإضاءة، ومشترك مع العمارة في نفس السلم ونفس المنور، مع وجود باب في المنور لأعمال الصيانة وخلافها. وده شكل توضيحي للقطاع، بيوضح الارتفاعات المختلفة جوه العمارة والتفاصيل المختلفة. وده شكل توضيحي للواجهة الجنوبية، وده شكل توضيحي للواجهة الشرقية، وده شكل توضيحي للواجهة الغربية، وده شكل أيزومتري بيوضح الفتحات المختلفة وكيفية ارتباطها مع بعضها. كده نكون انتهينا. الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.